تحت شعار ميلادها، نظم الفنان التشكيلي الفلسطيني ناصر زلوم معرضا فنيا في مدينة القدس خصص ريعه لمساعدة الناجيات من السرطان، وافتتح المعرض في فندق الأمريكان كلوني بالقدس، وضم 30 لوحة فنية مرسومة بأسلوب رقمي ومطبوعة على زجاج وأقمشة. وبعد حفل الافتتاح فتح مزاد على لوحات المشاركة على أن تخصص عائداته لدعم الناجيات من مرض السرطان. وإضافة إلى المعرض يتوقع أن يقدم زلوم أو يقدم دروسا في الفن للناجيات من السرطان في مؤسسة نعم للحياة أو نعم للحياة في المستقبل القريب.